مستر موسيماني المدير الفني النهارده كان ليه محاضرة الحقيقة بعد ما انتهت نهاية مباراة البنك الأهلي، صفحة زي ما قلنا واتقفلت، وقبل التمرين بتاع النهاردة عقد المحاضرة مستر موسيماني عشان يحضر الفريق إن شاء الله للماتش اللي جاي مواجهة المقاولين العرب المفترض إنها تتلعب يوم الخميس. المحاضرة دي ركز فيها موسيماني على كل التحديات الخاصة بالمرحلة اللي جاية، مش بس ماتش المقاولين، لكن الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم أنت هتلعب ماتشين مع فرقتين محترمين المقاولين وبعدين بيراميدز، وبعد كده تسافر على كاس عالم انديه، وبعد كده تبتدي بقى معترك المشوار بتاع دوري ابطال افريقيا، وهيكون عندك سوبر افريقيا، كلها ماتشات من العيار الثقيل، وبالتالي انت محتاج على قد ما تقدر تشتغل على تصحيح اخطائك، محتاج على قد ما تقدر تزود حاله الانسجام بين اللعيبه، محتاج على قد ما تقدر توصل للتشكيله المثاليه في المرحله اللي جايه اللي ما اعتقدش هيبقى فيها تغييرات كتير. طيب كمان بيتسو موسيماني المدير الفني طبعا للنادي الاهلي عقد جلسه مع جونيور اجاي لاعب الفريق على هامش التمرين الجماعي النهارده الصبح على ملعب التتش، وحرص موسيماني ان هو يتكلم مع اجاي في حضور الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق علشان يطمن على حالته قبل مشاركته في التمرين الجماعي. فعلا اجاي شارك في التدريبات الجماعيه بعد ما تعافى من الاصابه وانتهى كمان من تنفيذ البرنامج العلاجي والتاهيلي. اجاي يمكن اجرى اختبار طبي قبل انطلاق التمرين علشان يتاكد من جاهزيته وقدرته على المشاركه في التمرين، وبالفعل شارك اللاعب في التدريبات وشارك كمان في التدريبات البدنيه وتدريبات الكوره. طيب بكره ان شاء الله مفترض انه لاعيبه الفريق الاول بالنادي الاهلي هيعملوا مسحه طبيه ان شاء الله عشان استعدادا لمواجهه المقاولين في اطار طبعا البروتوكول الطبي. وخليني بالمناسبه امبارح يمكن جماهير النادي الاهلي قلقت، طبعا كان في كلام من الجمهور على التشكيل اللي بدا بيه مستر موسيماني المباراه، هو الحقيقه الراجل اشاد بوليد بشكل كبير جدا في الماتش بتاع الانتاج، ويمكن ده كان واحد من الاسباب اللي خليته يبتدي ماتش امبارح. لكن الحقيقه خلينا اطمنكم كمان بالمناسبه على كابتن وليد سليمان، الحقيقه اللي دكتور احمد ابو عبله قال انه هيعمل النهارده خد راحه سلبيه بعد الشكوى طبعا اللي حصلت في نص الشوط الاول بتاع امبارح، وبكره ان شاء الله الراجل هيعمل كابتن وليد برانين عشان يطمن، هي اصابه عضليه وان شاء الله باذن الله تكون اصابه بسيطه. وليد واحد من اهم اوراق النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وان شاء الله باذن الله يكون جاهز للمشاركه في الماتشات اللي جايه.